صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا اللقاء التالي مع كلود سعد الخبير بالجمال والطاقة. صباح الخير واهلا وسهلا فيك كلود. صباح النور لك ولمشاهدينك. دائما بنكون مبسوطين لما تكون، خصوصا لما تبلش هيك بالاشياء الطبيعية، نشوف انه فينا نعمل يعني خلطات طبيعية لنضل بشبابنا وبنقاوة واكيد بشرة صحية، وبدل ما نلجأ الأمور الثانية اللي مش كتير طبيعية. مي، من أول ما تعرفت عليك من 2013 لليوم سبحان الله بعدك مثل ما أنت، لا بالعكس بتحلوي وبتصغري لك شوي كمان. طبعا نحن مثل ما بتعرفي اليوم دائما الطبيعة هي بتخلق لنا شيء حتى نقدر نحن نكفي حياتنا فيه، يعني دائما ربنا بيعطيك يعش بيشي بهذه الطبيعة ليضل جسمك، يضل وجهك، يضل أي أمراض بتصير عندك رح تلاقيها بالطبيعة تستفيدي منها بالوقت ذاته، بترجعي بتحسني المظهر تبعك حتى تضلي شباب طول الوقت. كلود، أول شيء شكرا على الغزل. وثاني شيء اليوم بدي اتعلم منك بعد خلطات اكثر واكثر طبيعيه، واليوم رح نحكي عن الخدود، يعني هيدا شغله كثير بتهم كثير من النساء، واليوم رح نعمل خلطه لكل المشاهدات اللي عم تابعونا لنفخ الخدود بدل ما نلجا للبوتوكس. اليوم رح نلجا لاشياء عنا اياها بالبيت، امور طبيعيه فيها تغني عن البوتوكس. مزبوط، مثل ما بتعرفي اليوم الهيرونيك أسد هو عامل جاذب للرطوبة، مشان هيك بيعبي الوجه بسرعة إذا رحنا على السيروم تبعه. الهيرونيك أسد نحن اليوم كيف بدنا نجيبه من الطبيعة؟ ما هو طبيعي بالنهاية إن هني أخدينه طبيعيا. الهيرونيك أسد هو نحن هلأ شغلتنا كيف نحن نقدر نخلي ست البيت تقدر تخلق هالسيروم او هيدي الخلطه لتقدر تستفيد من جذب الرطوبه الى البشره تبعها حتى يصير في عندها هذا الانتفاخ او تحسين العضلي او تغذيه العضلي حتى يصير في عندي خدود يعني يكونوا يعني يعطيهم فيهم فوليوم ويكون عندهم رونق كثير حلو. اوكي، قبل ما نعمل الماسك في مساجات لازم نعملها لوجهنا، كنا عم نحكي اكيد تحت الهواء انا وياك. مزبوط، دائما كان اسمي ميسا. لا بحب هذا الاسم جاي بسميكي بس انت ما هي. طبعا انت بتعرفي اليوم نحن كل شيء ما بنحرك عضلي ما بنتساعد فيها العضلي بتموت بتشيخ، فنحن مجبورين باي شيء نعمله دائما نشتغل على المساجات بقلب البشره تبعنا. طبعا الخدود مثل ما بتعرفي على طول حتى انت وقت بيحقنوك او بيحطوا لك فيلر او شيء دائما الحكيم او الجراح بيقعد بيشتغل علي من هون، دائما بيشتغل لياخذ الفورم تبعها ويعبيها مزبوط. نحن شو عم نقول؟ هيدي العضله لازم تشتغل علي نحن بطريقه كثير 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 قويه، فنحن لازم نشتغل من تحت لفوق. أوكي. من تحت لفوق وبعدين بصير نشتغل عليها بشكل دائري وبعدين بنشتغل عليها بهيدي الطريقه. ليش بهيدي الطريقه؟ حتى العضله ترجع لك انا كيف دغري دغري بيطلعوا، يعني انت وقت بتشتغلي عليها دغري العضله بترجع بتشتغل اكثر وبترجع بتتنشط وبترجع بيصير في عندنا هذا الامتلاء بقلب الخدود. هيدي اي متى لازم نعملهم؟ مجبورين نعملهم صبح وعشيه قبل الخلطه. لازم نعملهم الخلطه لازم تنعمل كل يوم سريع ورا بعضها لنقدر نحن نخلي الخدود يشتغلوا او العضله تتغذى باسرع وقت ونجذب الرطوبه لقلب البشره حتى يصير في عندنا هذا الانتفاخ او هذا. اوكي، شو بتحتوي هذه الخلطه كلود اليوم؟ طبعا اول شيء بتحتوي هي بدنا ناخذ موزه. اوكي، بدها تكون مستويه ناضجه بنسميها نحن عندها النضوج، بدنا نخلطها مزبوط. بدنا نروح على هو حقيقة هي أساس الخلطة هي الخميرة. أوكي. أوكي. الخميرة بدنا ناخذ نحن ملعقة. الخميرة، ليش الخميرة؟ هلا بيقولوا لي كلهم إنه الخميرة شو شغلتها؟ الخميرة هي أول شيء بتشتغل على المرونة تبع الجلد. أوكي. بالوقت ذاته بتخلي هذا الجلد هو يجذب الرطوبة، هذه هي يعني ال المادة الهيرونيك أسد هي شغلتها جذب رطوبة على البشرة، على قلب البشرة يصير في عنا هذا الانتفاخ. هلا أنت رح تشوفي هون بعد دقيقة أنا ليش حطيتها هلا مع الموزة.
بنخلطها مزبوط مزبوط، رح يصير في عندي بهيدي الخلطة فوليوم كتير قوي. أوكي. يعني حجم رح من الورق الخميري. رح ناخد بياض البيض. مثل ما بتعرفي بياض البيض أول شيء بدي خدها مزبوط 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 حتى تفرط البياض، يعني البيضة كبياض بيض لتقدر تتماسك مزبوط مع الخلطة، ما فيني غير اكمشها وحطها. اوكي؟ مجبور كتير 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 يعني قد ما فيني. هيك شفتي كيف بلشت تتماسك مع الخلطة؟ هيدي أهميتها. هلا طبعا رح أحط معها، هلا هي تقريبا صارت منيحة متماسكة، ما رح كتر حليب، بدي أحط حليب شوي صغيرة لأنه أنا مجبور كتغذية بشرة. هلا فينا نحن نحط الحليب أول شيء بالقطنة قبل ما نحطها، بنحطها على الوجه لتنشف، وفينا نحط شوي صغيرة يعني ربع ملعقة. أوكي ليش؟ لأنه بدي إياها تضل جامدة للخلطة، وأكيد رح آخذ ملعقة عسل أو نصف ملعقة عسل ما بيأثر. وهون نحن كان عندنا كمان كانوا عم بيدقوا لي كثير كرمال الخلطات لحب الشباب، انت بتعرفي اليوم صح، وان شاء الله قريبا رح نعمل حلقه عن هذا الموضوع معك كمان، وبدنا نفوت كمان انا وياكي بموضوع الدايت، يعني بنعملها بنصير من حلقه لحلقه مع اي خلطه بنشتغل عليها، لانه نحن قرب العيد فنحن مجبورين يكون عندنا اجسام حلوه ولنقدر يكون لبسنا مزبوط وكل شيء تمام. وبتعرفي انت بالاعياد بناكل كثير حتى ما نوصل نحن في عنا كثير وزن زايد اوريدي، بنكون يعني مرتاحين بحالنا لحتى نقدر. فيك تشوفيها هيدي الخلطه، طبعا مثل ما بتعرفوا بتوضع على البشره اول شيء بنعمل مساج اللي قلنا عليه بعد نفرغ كثير، يعني ايه؟ ما كثير كثرت لانه اوكي قد ما فينا بنرجع بنسحبها هيك قد ما فينا نسحب لفوق ليضل هيدي العضلة. نحن رح نحس هون العضلة بلشت تشتغل. اوكي فينا نجيب قطنة وندهن الحليب، فينا ندهن حليب على كل الوجه ما في اي مشكل، وبعدين نرجع منحطها للخلطة بس ما نحطها تاب تاب. اوكي ليش تاب تاب؟ حتى هي تعشق يعني البشرة تفوت عليها هيدي البرودويات كلياتها حتى يصير في عندي انا تغذية داخلية بقلب البشرة تبعي وأقدر أجذب الرطوبة اللي برجع بقول عليها هي الأساسية من وراء الخميرة، من وراء هيدي المواد اللي حطيناهم كلياتهم لنقدر نحن نخلي هالخد من وقت لوقت يكبر وينشط أكثر. أوكي بوقت قبل يعني من الوقاية قبل ما تترهل الجلدة فينا نكون عم نعمل هيدا الشيء، مش ضروري ننطر لنصير خدود نقاشتين يعني. ايه اكيد نحن دائما بنقول لهم انه ما بضر حتى بعمر صغير ابدا، بالعكس نحن دائما بنقول هيدي المواد اللي عم نستعملها نحن الطبيعيه هيدي لازم نحن نستعملها مثلا بال 25 لفوق حسب البشره، في بشرات ما بتشيخ دغري، في بشرات بتحسيها الجلده بتشيخ اكثر، وخصوصا اذا كان عندي انا وزن عالي وبرجع بصير بعمل دايت بقشط فرد قشره مثل ما قلت هذيك المره، بنزل هذا النزول بدون وعي شو هن الاكل اللي لازم اكله لضل محافظ على الكولاجين بقلب بشرتي، لضل محافظ على الالاستين وكل الفيتامينز اللي انا جسمي بحاجه له، اذا ما عرفت نظمت الاكل تبعي بصير عندي هذا المشكل انه انا من لو كنت بعمر صغير بصير اعمل هيدا الدايت بصير بشرتي مترهله وما عاد بقدر شدها بالدغري على السريع. كلود كل يوم لازم نعمل هيدا الماسك؟ هيدا الماسك اجباري بنحطه على الخد كل يوم على فتره اسبوع، نحن بنشوف مع المساجات اللي قلت عليها كل يوم صبح وعشيه بنشوف نحن قديه صار عندنا الخد في فوليوم منوقف، يعني انت اللي بتقري اي متى لازم توقفي بصير بنعمله اقل من ايه بتصيري عادي انت بتصيري شوي شوي انت بتصيري بتقولي بالاسبوع بدي اعمله مره. الخلطات اللي عم ننظمها انا وياكي من اول ما بلشنا هذا الموسم دائما نحن بنقول هول الخلطات ما فينا ما نعملهم كل اسبوع، لانه في عندك خلطه الكولاجين
بده يعملوها. عندك خلطة شو اسمه الحليب اللي قلت عليه تبع الأتان اللي هو بيشتغل أساسي على البشرة تبعنا وبيغذي البشرة وبيقويها. هول مراحل كلياتها هي البشرة بحاجة لها. نحن منقول البشرة شو بحاجة؟ بشرة بحاجة لتغذية عامة من الفيتامينز، لأنه نحن بشرتنا مثل جسمنا. انت بتاكلي كل يوم، بيقولوا لك لازم تاخذي امور كثيره من الفيتامينات ليضل جسمك قوي و و اكسترا. نحن شو عم نقول؟ هيدا الوجه ما فينا نحن نهمله، مثل الشعر ما فينا نهمله. هول اساسيات عندنا نحن كيف نشتغل عليهم. اليوم انا وياكي وهالتلفزيون العظيم على هالشاشه وعلى هالصبحيات الحلوه اللي عم تعملوها، نحن عم ننظم موضوع البشرة وعم نخلي ست البيت يكون عندها لابوراتوار مختبر بحد ذاته بقلب المطبخ تبعها، لتقدر هي تنشئ مثل معمل صغير لها من هالحواضر اللي موجودين بقلب المطبخ تبعها، لتقدر تخلي بشرتها تكون مثلك حلوة نضرة ومثل ما هالشاشة اللي بتضل مضوية على العالم كله. بوجودك كلود سعد، أهلا وسهلا فيك، وأكيد نلتقى الأسبوع المقبل. ولكل المشاهدين، لقاء طبي بامتياز مع زميلة إلي لختام برنامج يوم جديد لليوم بعد الفاصل.